وعليكم السلام. يا سيد السائل يقول: كنت أصلي المغرب وفي التشهد الأخير تنبهت أنني كنت أصلي إلى غير اتجاه القبلة واستدرت للقبلة وأكملت صلاتي، هل صلاتي صحيحة؟ ثم يقول: وقمت بإعادة الصلاة مرة أخرى علما أنني في بيتي والله وأنا متجه القبلة لكني سهوت. أيها الكرام الفضلاء، استقبال القبلة من شروط الصلاة. قال الله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام الآية. وعليه قال أهل العلم: فمن صلى إلى غير القبلة ساهيا أو ناسيا عامدا وهو قادر على معرفتها بطلت صلاته وعليه الإعادة. وبهذا قال ابن حزم، وبهذا قال ابن قدامة، وبهذا أفتت اللجنة الدائمة. وعليه فإن استدارتك وتكملة الصلاة لا تصح منك، ولكنك لما أعدت الصلاة كلها كاملة بعد ذلك فهذا هو الفعل الصحيح. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.